ان شاء الله يا شباب مهما كان مستواك، مراجعه ليله الامتحان مع مستر محمد الجلاد بجد هتفرق معاك. النهارده بنتكلم عن مراجعه ليالي الامتحان الخاصه بثالثه ثانوي عام دفعه 2022 في ماده اللغه الانجليزيه مع مستر محمد الجلاد. عندنا ليلتين اتنين امتحان يا شباب، هنعمل فيهم ايه ان شاء الله؟ كل حصه من اليومين الاثنين هنعمل فيهم ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه هنراجع لك على نص المنهج بالكامل كلمات وجرامر، وهنسلمك مذكره شامله كل الجزئيات المفروض ان انت تذاكرها باسلوب بسيط سهل، وهندخلك شويه اغاني بحيث ان هم يرحموك من العجن والحفظ ويساعدوك في اللجنه. الحاجه الثانيه في كل حصه هنحل على الاقل امتحانين او ثلاثه، الامتحانين دولت هيغطوا لك معظم جزئيات المنهج في شكل اسئله مع اسئله الامتحانات بقى الخاصه بالسكيلز والمهارات. الجزئيه الثالثه معانا هنسلمك مذكره سكيلز من خلالها هندربك على كل جزئيات المهارات اللي موجوده عندك في المنهج واللي هتجيلك في ورقه الامتحان، شامله البنكشويشن، الستراكشرز، الرايتنج سكيلز، وكمان الترانسليشن. كل ده شباب بتمن رمزي جدا جدا، شامل الحصص والشرح وشامل المذكرات، وكمان هنضيفك في جروب واتساب عشان نرد على كل اسئلتك في اي وقت لحد باب اللجنه. يلا مستني ايه؟ فرصة مش هتجيلك مرة تانية وهتعوضك كل الحاجات اللي فاتتك، يومين هيعوضوك سنة كاملة. يلا يا شباب احجزوا دلوقتي حالا من خلال الارقام اللي تظهر لكم على الشاشة، ودايما ماشيين بشعار مهما كان مستواك مراجعة مستر محمد جلاد هتفرق معاك.